ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وكل أم طيبة. بمناسبة عيد الأم، أنا أحمد جايبين هدية لماما، خليكم معانا. دلوقتي هنوريكم الهدايا، دي هدية أحمد ودي هديتي. يلا أحمد وريهم. جايب وردة، استنى وراها. جايب استنى يا أحمد أهو، وده بيتحط فيه ايس كريم او فروت سلطة او جيلي اهو. وجايب ورده. دلوقتي هوريكم هدايتي. جايب لابتوب، جايب لابتوب، وجايب بوكس، وجايب قلب. دلوقتي هفتحه. نعم، يعني نفتح البوكس ونشوف فيه ايه. بصوا البوكس اهو، ده اسبراي مصباح روش، وقلم كحل، وسلسلة، بس ما عادش حاجة تاني. ونسيت المج عليه حرف الام. انا ما لقيتش اول حرف في اسم مامتي، بس لقيت حرف الام مام، فجبتها. ونسيت كمان حاجة، طقم كوبايات، ده طقم مجات ازاز، وهي دي الحاجات اللي انا جبتها. دلوقتي كل واحد يقول لمامته حاجة بالنسبة لعيد الأم. يلا يا احمد قول. كل سنة وانت طيبة يا ماما، انا بحبك جدا ليك. انا عايزة اقول لماما كل سنة وانت طيبة يا ماما، وعقبال 100 سنة هي احلى ام في الدنيا. لو عجبكم الفيديو اعملي لايك وشير وفعل وطول الفيديوهات دي، اصحابنا هيشوفوا جدي. باي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملنا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.